تقدير، هذا من الأخلاق، تقدير الآخرين. لاحظوا حياة النبي صلى الله عليه وآله، كان يقدر أصحابه الصالحين تقدير، يعطيهم أوسمة. أنتم عندما تأتون إلى البيت وتجدون أن زوجتكم قد طبخت لكم الطعام وأدارت البيت وتحملت ألم إدارة الأطفال، كل واحد يحتاج إلى تقدير. حتى عاملكم المستخدم عندكم اللي يجيب شاي يخليه أمامكم يتوقع منكم تقدير، فكيف بشريكة حياتكم؟ تحتاج إلى تقدير. التقدير مو لازم يكون تقدير مباشر، ولو تقدير غير مباشر، أن تعبر عن امتنانك. الرجل يعبر عن تقديره لزوجته، الرجل أيضا تحمل، ذهب إلى الدكان وتحمل عناء العمل وواجه مختلف ضغوط الحياة. عندما يدخل في البيت يتوقع التقدير من زوجته. من أخلاق الدين التقدير والتشكر.